جزاكم الله خيرا. هذا السائل محمد يقول: أنا رجل تاجر وعندي محلات لبيع الملابس الجاهزة وحال عليها الحول للزكاة، كيف تحسب زكاة هذه الملابس، وخصوصا لأنني أعمل في شركة بها بضاعة؟ تجرد ما عندك من الملابس وغيرها من البضائع، تجردها وتقوم كل نوع منها بما يساويه وعند احتمام الحول، وتجمل ذلك تخرج ربع العشر. نعم.